مساء الخير. في هذا الفيديو رح نتكلم عن مشكلة بتواجه أغلب الكاستومرز اللي بركبوا بدالات الزونة الـ S2400، إنه الآي بي فون اللي أنا واصله أو مركبه أو معطيه إكستنشن على بدالة الزونة الـ S2400 الآي بي إكستنشن، اي مكالمة incoming بتيجي لهذا الاكستنشن سواء كانت internal او external، مجرد ما التليفون او الشخص اللي على التليفون يرد على المكالمة، المكالمة راح تنتهي او بتصير hang up. فعشان نحل هاي المشكلة اول اشي ندخل على بدالة الزونة الـ S2400 عن طريق الويب انترفيس. بالنسبة للـ IP Extension راح أروح على General Settings. المشكلة حتكون من الـ Option SRTP. ليش؟ لازم أتأكد إذا أنا على التليفون مفعل SRTP عشان أعمل Encryption للـ Voice Packets. لازم كمان بالإكستنشن اللي فعلته على هذا الآي بي فون اختار هذا الأوبشن، وإذا ما كانت مفعلة الـ SRTP على الآي بي فون لازم أعمل Disable للـ SRTP، لأنه لو كان ما في تطابق، يعني كنت مفعل SRTP بالنسبة للـ Extension Settings وما كنت مفعل الـ SRTP على الآي بي فون، اي مكالمة راح تيجي لهذا الاكستنشن راح تصير هانج اب، والعكس كمان لو انا مفعل الـ SRTP على التليفون ومو مفعله على الاكستنشن سيتنجز على الاكستنشن اللي فعلته لهذا الاي بي فون نفس الشيء حتتكرر نفس المشكلة. فلازم ننتبه انه الاوبشن SRTP على البدالة وعلى التليفون يكون نفسه وأعمل تطابق بيناتهم. شكراً.